إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم منها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الشيخ الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع المسند الصحيح، قال: كتاب جزاء الصيد، إلى أن قال: وإذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله. ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأسا وهو غير الصيد، نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل. يقال: عدل ذلك، أي مثل. فإذا كسرت عدل فهو زينة ذلك، قياما أي قواما، يعدلون أي يجعلون عدلا. نعم. وعن كسوجرني كتاب الصيد، كتاب جزاء الصيد، باب جزاء الصيد ونحوه، وقول الله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. آية تفسير كيدي ونصهر مري مركا مسألة ذو مركا نصو أروري نه انتين آثار تقلين يا حديث تقصو أرورتي قفكم مركو محرم يهو حرمضة وحيالها كحارانتا وحاكم ذا الصيدك أغار إنو أغار صدا، ولا سيما صيد البري، صيد البري صيد كدور شوكتا يدور كشوكتو بري كنول قال ما هو قوله. أما صيد البحري فهو جائز وحلال، بدا متك لغا أغار صدا كسو حلال محرم كيه وأبنيه، لكن محرم كوحيالا كحارانتا أغادة دور شوكتا وهيلب كيدا لعونه تاوي. طيب، قف حلاله هدو أغارد له هيلب كيسا، قف حرمني معوني كرا، قف حلاله يسوق حلاله يهينو أغارتا صو أغارسض وصو أغارسضي قف محرم با مرتي النقضي أسو مرتيي مسين كرا ومركا ما أبنان تهي إنو عنو جوابته وأركي دونا تاسوا مسألو مسألة صلى الله كلا قادي مرك قف كان محرم كا أوجي إن لا صو أغاري يين إن لا صو أغارين هدي إسجا أوجي إن لا لقوم مرتي جلي لا صو أغاري موعنيو حرام بكية، لكن هدي وقفك سو نفتي سو صو أجار صدي حلاشة هون محرم كأهين، يقف كان محرم كأهين مركا وصو مرتيه، ومركا وكم مرتي قليه، ها مركا وعونية وهو حلال، مركا وهو حلال. مسألة كلا أيضنا إيمان يسوع، محرم كي هدي لو ديده أجاردي إنه ديلو أما جورعه، حالها كلا
aan ugaada duur joogta ahayn xoolaha la dhaqdo sida geeli iyo arigi iyo lo'di iyo digaagi iyo wixii la mid ka ahaa ma qalan kara oo ma gowrici kara ayadana jawaabtu waa haa naam masaa'ilkaas oo dhan marka baabka ku jira marka halkaani ka bilaabmaysa wa idha saada qala al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala wa idha saada al-halalu qofka xalaasha ah oon marka asagu xarmanayn haduu soo ugaaro ugaarkii soo dilo oo fa ahdaa uu u hadiyeeyo lilmuxrimi qofkii muxrimka ahaa assayda ugaadhii uu soo dilay hadduu u hadiyeeyo ama kulligeed ama qayb ka mida hilibkeedii uu u hadiyeeyo ma cunayaa mise ma cunayo jawaabtu akalahu wuu cunayaa way u bannaanta bisharti haddaan isaga awgii loo soo dilin ugaarka haddii ugaarku isaga in lagu marti geliyo loo soo dilay maya nacam akalahu wuu cunayaa taasi halkaas bay ku dhammaatay xadiidka noo soo socdana waan ka arki doonaa ka dheehan doonaa walam yara ibnu cabaas uma uu arkin iyo wa anasun anas ibnu maalikin bidabxi gowraca ba'san wax baas ah oo dhib ah uma uu arag yacni wa jaa'is cindahu cinda cabdillaahi ibni cabaas wa cinda anas dabxigu waa gowrac laakiin wa huwa ay ilmadbuuxu madbuuxa la gowracayaahi gayru saydi sayd waxaan ahayn hadduu yahay oo xoolihii kaloo dee xalaasha ahaa ah نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل هذا نف جيل جورع أم نف لا جورع أم نف أري جورع أما الدجاج جورع أما أو خيل يا فرس جورع نعم ما هو بنانتهي وأنا محرم يا ها تسوى بنانتهي لا بأس بذلك عبد الله بن عباس إيو أنس لبضب وحيو أركانين وحباس أو دبالهين نعم وحل الديدة يهوى أغادوي يقال وحل أرنا يقال البخاري يقال عدل ذلك وحو دبجوغا آيدي نعم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك أو عدل ذلك لفظ جاسو تبجوغا نعم مرك عدل ذلك أي مثل كلمة عدل وهي لمتهاي مثل أي مثل ذلك فإذا كسرت هدا عينكو ومفتوح كردوب ليهي haddii hoos laga maro oo kasra la saro maxay noqonay cidlu maaragta faidaa kusirat waxay noqonay cidlun fa huwa zinatu dalika waa wazni waxaa shayga la midka la wasniga ah ayaa la yidhaahdaa cidlu maaragta haddii mithlu laga rabana cadlun saa baa la oran qiyaaman ay qiwaaman lafdigaas hadda aayadan kuma jiro oo aayad suurata aal cimraan ah wax calaaqaalana hadda xajka lama lahayn marka wajka uu meeshan ugu soo arooriyey kolley binisbati gayru waadix laakiin haddii oonu kolley kutubta aanu aada u tafaxusno baarno shuruuxda waxaa laga yaabaa inuu noo muuqdo ay qiwaaman buu ujeedaa yacdiluun wuxuu ka wadaa dawaa cadlin dawaa cadlin yacdiluun haddii la yidhaahdo ay yajcaluuna cadlan waxay ka yeelayaan mid caadila marka kelimatu cidlin iyo yacdiluun dawaa cadlintii buu daba jooga dawaa cadlin iyo yacdiluun markii la fasiro yacdiluun ay yajcaluuna cadlan waxay ka yeelayaan mid caadila marka cadaaladda iyo garsoorka xaqsoorka qofka ku sifoobay ayaa la yidhaahdaa cadl
حديثي بن مركه النمي عبد الله بن ابي عبد الله بن ابي عبد الله بن ابي قتاده قال انطلق ابي عام الحديبيه فاحرم اصحابه ولم يحرم وحدث النبي صلى الله عليه وسلم ان عدوا يغزو فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فبينما انا مع اصحاب فبينما انا مع اصحابه تضحك بعضهم الى بعض فنذرت فاذا انا بحمار وحشي فحملت عليه فضعنته فاثبته واستعنت بهم فاووا ان يعينوني فاكلنا من لحمه وخشينا ان نقتطع فطلبت النبي صلى الله عليه فخشينا ان نقتطع فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم ارفع فرسي شأوا واسير شأوا فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل قلت اين تركت النبي صلى الله عليه وسلم قال تركته بتعها وهو قائل السقيا فقلت يا رسول الله إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم قلت يا رسول الله أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة فقال للقوم كلوا وهم محرمون حديث كان انتهينا قد قلين قصة أمبوك هضليا قصة سوحية هيد حيد عدي عام الحديبية نبي صلى الله عليه وسلم وحوب حي عمره إنه عمره سوق تدقاله ما بحين لكن مكامركا وحا قعنت كوهية مشركين تي النبي صلى الله عليه وسلم مشركين تنا دقال باو دحية لكن نبي مركا دقاله ما بحين وحوسكو تلقى لين دقال قبسن كره سيدا درتيد يعني أيجو هب كودي وتا أو عيدا كودي وتا أو ديار وأين مواجهيان هدي دقال لقى له ري مادو أيو النبي قو بحي صحابة النبي قو نمركا وحي أهايين لب حدا يقول النبي قال لسعوتي كن إيا أفر بقل أي أهايين مركا كهر انتي مسلمين تو أهايين مركا يقو بدنا يدبي أهايت مركا دولان أرور يجو هب كودي وتا لكن أن دونين إن إني دقال لماني عمر أي أصعدان هديقين أي وضان أي بحين مركوا أن علاد وي مشركين تا نبيغا إيا مسلمين تا عدو قال أهنا وي بديهين ميلا بضان بيكا إيمان كران مركا نبيغا صلى الله عليه وسلم وكو تلقى لي مركو بحي أي مركو حال الله شيغي منطقة مدي مكة حقيت كسيحكته لكن وضد النبي مرة يان أهينا وضك رأه ودنا أحب تحكتي ميدك شفته أيا وحلقوا الشيء عدو إسكو أرور صديقين وشيرو نبي صحابة دي قار كم ده أيو مركب بحيو وضد كودي 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 راي أو يرى عدو قام مركب نجا إلى ليا يين دبر شبينين إلا تواسيس أجرته نبي مسلمين تينا سبحانه مكة وشيدان أي مقليان مركا نمنكا والنبي قلنا عاود راي وحاكم دها ابي نكا لي ابو قتاده باكم دها يقولوا مركا نعا وحيقول دقاقين مدق يو عضو بادي قوبية نبي قلنا صلى الله عليه وسلم ودادي توسكا هيد ومكلو ادي يا صحابة دي انتو ديك علي اي مرين مركا صحابة دو وي حرتين عمر دي بي وضع حرتين لكن أبو قانكلا أبو قتادة محرا حرا شذا وحو أديك دكتي ما دام طريقة أي مريان ده محوها لنا حيبت أي مريان طريقة صيربان إن مران ميقات بولي هي لا يرهد الجحفة وهوس شرة لكن صحابة كانوا حي كعرتين ذا الحليفة مدينة كعرتين القابة كعرتين ذا الحليفة هي مكة وحي سجران أفر بقول هي زيادة أو كيلومتر طريقة هي يقول مريا ميقات كيدون مكة وحي كسر فوقي هي لو بقول كيلومتر تقريبا وكالة بروي سيدة درت إذا مركي المدينة وكسر بحي أبو قتادة محرا عمرة صحابة دي كالة واحرتين ولا سعوتين
iyagoo socda oo maaragtay marka dariiqii iyo meeshii nabigu ugu talagalay maraya nabigii iyo asxaabadii kalena ay kala go'een baa iyadoo marka la harsanayo ayaa dadkii kale waxay arkeen koox hagaagto oo iska yar daaqayso oo dameer farow ah markaasaa la qosqoslay loomana sheegi karo Abu Qatada lama dhihi karo warbaalkaa dayme lama oran karo oo hadday yiraahdaan dee marka ugu kaalmeeyeen waa la qosqoslay qosolkeediibu ka shakiyo wuu fiiriyeyo waan la qosqoslayaa waxna loo sheegi maayo madaxu kor u qaaday kooxdan buu arkay marka meesha hagaagta oo ugaarta ah toorday buu faraskiisii dusha kaga meeray sawdkii iyo jeedalkii baa ka dhacay markaasuu yiri war isiiya waa la diiday mayaa la yiri ugaartaasaad rabtaa inaad disho kugu kaalmaynmayno waa soo degay jeedalkiisiina waa qaatay warankiisiina waa qaatay bahalkiibuu oriyaday miduu marka warankii ku dhajiyay dhulka la dhigay markii baalka waa dhaawac marka baalkuna ma sahlana waa xoog badan yahay hal qof kaliya ma gowrici karo ayagii buu yartay wuxuu yiri baalka ila qabtaa waa la diiday kaligii baa gowracday marka markuu gowracdo hilibkiisii qalay waa la wada cunay marka waa la cunay iyagana waa la cuneen laakiin shaki baa ka galay waxaa la yiri ma noo bannaan yahay mise noo ma bannaana nabigii aan weydiino waa laga hakaday waa la cunay laakiin hilibkii qaar baa la dhigay adigu muddo markay socdeen waddada mareenna ay waddo qalloocan oo aada u fog ay tahay nabigii sallallahu calayhi wasallam iyo muslimiintii la socdeena waa galbadeen iyagu dhaqaaqe tage iyaguna marka waa koox yar way isu baqeen marka isagaa la diray Abu Qatada oo waxaa la yiri marka nabigii iyo muslimiintii ka daba tago noo celi hana loo joogsado faraskiisiibuu marka waddada ayuu marka cagta saaray oo marna faraska eriyaa marna waa nasiyaayo waa socdaa waa hogaamiyaa waa garqaadaa marna waa eriyaa si uu sidaa u waday buu nabigii ka daba tegay sallallahu calayhi wa alihi wasallama nabigii buu u sheegay marka in la soo diray oo la yiri nabigii noo celi sallallahu calayhi wasallama waxaa laga yaabaa in iyagana naga tagaan cadowguna na helo iyaguna waa yaryihiin soo ma oo meelna lakaga soo gurman kari aan na lakaga soo gurman karaynin inay nabigiiya gaadheen marka sidii buu u sheego nabigu halkiibuu ku sugay iyagiina waa soo socdaan ilaa ay marka ay nabigii ka daba yimaadaan sallallahu calayhi wasallam dariiquna waa isku soo dhacayaa meel dhexu isaga soo dhacayaa marka fursad buu u helay arrintiibuu nabiga u sheegay dhacday iyo dameer farowgii weliba wuxuu ku daray hilibkiisiina qaar baan wadaa markaasuu nabigu saxaabadii ku yiri cuna marka halkaa marka maxaa loo daliishaday ugaarka qof aan xalaal ah oon xarmanayni hadduu soo ugaaro dadkan kaloo xarmanna uunan ayaga awgood u ugaarin hilibkiisa inay cunayaan marka uu xalaal u yahay laakiin haddii iyaga awgood uu u dhinto ugaarkaasi ma cunayaan waana noo iman doonaa qisadii buu marka ka sheekaynayaa ninka la yirahda Abu Qatada waxaana xadiidka ka warinayaa wiilkiisii Cabdullaahi bin Abi Qatadata عبد الله بن أبي قتادة قال انطلق أبي أبهي بتجي عام الحذيبية سندي عام الحذيبية والنبي عمره أبحي عمره دي أي كهر جوك سدين مشركينتو فأحرم ويحرمدين أصحابه أي أصحاب أبي أبهي أصحاب تيسي ذاتك لسعودي ويحرمدين يقو ولم يحرم إساقو سمحرما مو حرما برضو إحرامك وحود بدكتين وحرمضا وربا إلا نبيك إصحابه لما وضع حرمضي لكن ذاتك مهمة دا الله ديري وهل كاق الله عن الله ديري بكم دي هاي ميقاتك كحيران لها يومر لها وكسي هرية مرك مرك ساقو مو حران لكن يقو حرمضين وحدث وحا الله شيغي النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحا الله شيغي أن عدوا عدو يعني لو مشركين تي يغزوه إنه النبي كسو دوليه ساسا النبي الله شيغي صلى الله عليه وآله وسلم مركا عدوغا إني حالة دي سؤغادان أو قيد بان من كان الله ديري مركا ونبه الله قدري
فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم النبي جينا واتجي طريقي توصنا توبيها مكة آدي مدينة إيه مكة أيو النبي جو قاضي إياك ندين عاب الله دير هلك أو مدكتة أو حبتة طريقي مريء أي الله دير عدو قال لك الشيء رجن أكمدها أبو قتادة مركا أبو قتادة هذا اليوم حير فبين أنا مع أصحابه وقت أن أنجو نبي صحابتي سي قيبت كم إذا قيبت لسعودي أن كل حجرو تضحك بعضهم إلى بعض قار كودبا قار كالدية يو قسليان يجب إصديمون يو ولا قص قسليان قصر كيبو درين صدي وأجي مس وح وح وش يجي أنا ملا وأنا لقسليان ماذا حكر وقاضي مركا جماعة ذا يكوح ذا قوسا كاه وقارتا دمر فروق أيو أرك قال وحير فنظرت وان إيغي فإذا أنا بحمار وحشي بحمار وحشي يعني حمر هل حمار كريا ما هين حمر كوح ذا داقي سوسعت قال فحملت عليه حملت عليه معناه حكوضا وان ويرري فرس كسب انتقاته هب كسي قاتي إلا فرس كوا كدريا سوما يعني وقت عمر كارت وديدي لكن هو فرس كدريا فرس كيبو انتكو إريدي ويرر بورن انكا كجد بيي الله دقي قال فضعنته ورن كيبا كل فتيبوي فأثبته مركابا نفريسيي ميل حاليس أبو نبر كيبو قد نفتي ما دقاقي كرمرك ما دقاقي كر واستاغي وفرستي حركة ماله فأثبته وانفريسيي واستعنت بهم يجب أن كالما يستو إريبو إريبو وركالا إلى قورعة إلى قبطة إلى بانك ولي نفبا كوشر توادرين إياه إنك صدوا حاليسي كويالو واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني ويديدين بويريني إيكالميان وحو أن الله دريلو الله ارشادبا وقور عيبرك فأكلنا من لحمه بيبرك يلي بكي سوان وضعوني أنيقا يا يقبا ووضعوني سقوا حلال يقونا ومحرمين قعنكم عليه دي الكيسة منا تسين سوما وهو حلال ولعوني يلي بكي برك أما هدي تسي لها ينمي قعنكم سين لها ين حرام بكو أهان لها وخشينا وحن كعب سنيب يري أن نقتضع إن عدو نعشده ونقر ريبته النبي صلى الله عليه وسلم يا مسلمين تيبان كعب سنني سببته تايجي ويداهين ميل فوق بي آدين سعود كذي سعود وريقه آدو دير ونمن إلالا بين نقدين النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين تينا تقي ولا دقاغي مكة أمبالغو الشبي مركا وحان كعب سنني بويري مركا إنو عدو نكالقو يو مركا باني قال الله يجري بولي يري بويري نبي مركا يا مسلمين تي كدب تقو نوعلي فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم نبي جيبان ضلبيون ضبقلي أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا أرفع أي أسرع وأجري فرس كان أردسينيا أرفع فرسي فرس كي جيبان أردسينيا شأوا أي وقتا وقتنا وان أردسينيا وأسير شأوا وقت كرنا وان صعد سينية مركو حويا مسافة معينة وان أردسينية دبديدنا وان سينية يو وان صعد سينية يعني مرة فرس كو أردسينية مرة وقر قاضي يا يو والله صلى الله لغينية فلقيت رجلا نمبان لكو الميبو يري او طريق ايغهور يمي او هلكا كيمي او طريق مكة مدينة كسو صعدة ننكاسو من بني غفار ري غفار بنو غفار نمركا مسلمين بيهايين في جوف الليل سق لحو همين كيو قورين يو وددي آن هايو ايا ننكو ايغهور يميد بويري قلت وحاني ريبو يري اين تركت النبي صلى الله عليه وسلم نبي حقيت كو اوغيد ودوغا صوتك تايلا دريق اسغهور يمادين سوى صوص عدي نبي سوى صعدة لإسغهور يميد مركز يريبو تركته بتعهن موقع وميل مقعيد ماشي تعهن ليرا أبو قتادة نوايقانا وميل فوق وكفوكتا مركز تعهن ماشي ليرا هذا
بان نبيجي إيجا هريمي وهو قائل السقيا ماشى السقيا اللي يرادو كسي دنباي سئيادة أيونا كوهر قليي ما ركتا سقدي لحبو تشوغا شلدي لصورنا في قبل الظهر أيان كان هلك أقول يمي ماشو كسي هرجلي لهانا وأشياء هلك سو كسي هرجلي يبوي سقط حنا وتشوجا هلك يبوحون مرنا بسي فرس كيس إريو مرنا قلنا سي اللوجيبا وكذا بتجي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وحنا ريبو يري يا رسول الله رسول الله إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله أهلك وجد وياه وصحابة دي سيو نبيه محمد داودرو أبو قتادة كيمت صحابة دي سلام بيكوكو صدو الأخرين أيون وحيكو لهايين السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته ساس بيكو لهايين إنهم إيقون قد خشوا وحيكا عبصدين أن يقتضعوا دونك عدوه إنو لحره وكاقو إيو فانتظرهم أسك سيدي بو يالي بو مركا نبي صلى الله عليه وسلم واسوغي هل كي بو دقي إلا إسوغ غاران مشي بو كسوغي قلت وحاني ريبو يري يا رسول الله رسول الله أصبت حمار وحش دمير فرو أيان أصيبي دشي وان وغار صدي وعندي منه حدنا وحان وضا هيلب كيسي قيب كم ذا بفرس كي سارن قيب تاسو فاضلة ديراد أوها هنباء وحان عني كسو هاري إلا لمدى من كرين هيلب كيان عني انتان كعني وح كسو هاري أيان هدى وضا فقال وحير النبي صلى الله عليه وسلم للقوم قوم كي النبي قال لسعود الصحابة وحكيري وهم محرمون إيقو فقال للقوم كلوا عنا بوير ورعنا هيلب كأو وضا عنا وهم محرمون محرمين نواهاي إذا كان حلاشا أغاركي أو أغاري هيلب كيسي داتكي محرمين تاها ولو حلالي عنا ليري لأنه يقو من ديلين قعنا كومالي حتى ما يتوسين أغو منا كالمينين إيقا أو قودنا لو ما أغارين سيدا درت دو مركا النبي يري كلوا وهم محرمون باب إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال باب إذا رأى المحرمون محرمين تو هدي أركان صيدا أغار هدي أركان وفضحكو مركا أي قصلان أغار كي أو جسبكو قصلين وففطن الحلال قفك حلاشاه وكبرارغو أيغو قصل كودا وبرارغو أوغدو أغار كي أركو وسيدا أغار كي أدلو حلال ما يهيني عنان ومحوم سلادة أوكينية إمام البخاري سبحان الله يعني فقه سوى دقيق جدا أبو قتادة وحدت الصي أغارتان قصر كودة يا هيد سمع بركة قصر كودة هو نوع من الدليل سمع والعرق أوكالوي لكن والك أرق وغارتك أرق ماها وقصر لأنه كلي وحقا لك وقصر كران إذن لا بأس هذه قصر كلية تحي أين لكن أين الرهنين فرت أما يوفقين أما ور أغارتا أين الأورانين حواكم على مركز سل حديث كيبو سعلي هذا لكن والرواية كذا الرواية دي هراء عبد الله من أبي قتادة أن أباه أبيه أبو قتادة حدثه وحديثه ذي قال وحيري انطلقنا وانبحني مع النبي صلى الله عليه وسلم من لبحني نبي قال جركيسة عام الحديبية سندي حديبية فأحرم أصحابه أصحابتي سوي حرمدين ولم أحرم أنقنا محرما أصحابتي النبي إيو لسعتي يا النبي بدل حليفة كحرمدين جماعة أبو قتادة لسعدين وي حرمدين لكن أبو قتادة محرما جماعة مركا الكابل ودري مركا فأنبئنا وحان لو شيغيبو يري بعدو عدو بغيقة موضع غيق الله يرهدو عدو اسكو أرور سنة يبان لو شيغي يعني ميل مدينة كسي جرتا مكة حقيد لكن طريقي مكة وي مدينة ودحيانا هين طريقة كري حيبتا مرأة بايكو تالا هل كاسبا لغو شيغي مركا النبي قلني من كابو أدري مركا صلى الله عليه وسلم جماعة
وكجرو أبو قتادة قال وحير فتوجهنا ونجهي سني أن يجي جماعة ذيدو نحوهم أي نحو ذلك العدو عدو قال الشيغي حقي سأيان أجهي سني انت أنو طريقي سيسعني فبصر أصحابي أصحاب تيدي وحي أركين إلى سعوتي بحمار وحش دمير فرو بي أركين فجعل بعضهم يضحك إلى بعض قار كود وحو بالله بي إنو قصلي وقار ككلا قصلي ولا إسدي وانا الإسق ولا قص قصلي وانتي أركتيوي قال وحيري قصل كذيبة يا برارجية قصل كذيبة برارجية قال فنظرت وان ايغيو فرأيته دمر فروقي بان اركي فحملت عليه الفرس فرس كيبان انتان فولي بان وير ريبو ييري ان دقال ايو انان اريدو بان اسكو دري فضعنته مركبان ورنك كرفتو ييري فأثبته مركبا فريسي دقاقي بأديدي نبر أذق بكرفتي فاستعنتهم وانكك المضل بي إني إساعدان فأبوا ويديدين أن يعينونني إني إيقوك الميان ويديدين ما ييرهدين أنه محرمين النهي كأتكا يوقع ورعي قال وحير فأكلنا منه وحبان كعوني كل قلنا هلب كيبان عوني بي ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي من كدبتكي وأن مركي الله دريه اللي يري هذا أنباء فضوضة فرس كالية وضوء النبي النوعي صلى الله عليه وآله وسلم وخشينا وحنكبقني أن نقتضع إن عدوه نهكيو أو نكالقويو أن نقع إيو مسلمين تي النبي ونكالقويو ومركا وحويا ميلنا لك سو قرمده آنو وينه ساسا الله إيه ديريبو يري مركا بو دي النبي قونا ديو مدي سيكا لما قيهن تقيي لما قاريو فرس كي يجيبان مركا وحويا أرفع فرسي شأوا وأسير عليه شأوا مرنا فرس كي وأردسية مرنا أنو صارنا سعودسية وأسير عليه أي على الفرس وأنا على الفرس شأوا ما مرنا وان اريا وادبن سعودسي اوردسيه مرنا وان سعودسيه فلقيت رجلا نمبان لكل مي من بني غفار في جوف الليل سقد دحوها منك فقلت حانو اريبير اين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا حقيد وصوتك تي حقيبه ومريي مركي سوكي سوكي الدنبيسي فقال وحو اريبير تركته بتعهن ماشى تعهن لي رهدو أيان وقسو تجي واسم موضع ميل مقعد مكاية مدينة ودحيس وهو النبي قنا قائل أويه يمدك قائل وشن دونه وكهر قلي دونه السقيا ماشى السقيا لي رهدو تعهن كاسب كسي دبيسا أي مكا كسي حكته هل كابو يقول يري بوير والسقي ده حمرك وكهر ماني ومرك أشيء جيو إسقونا ما أنت دي لصور دافي هرسيما كهر بو شيغيه وانت النبي حق اسي سعودي اسنو حق اسو سعودي ومسافه دير وهي نقطه مرنا فرسك وريو مرنا او سعودبا وكدب تغي النبي صلى الله عليه وسلم قال فلقيته فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الهي من كدب تغي بو يري حتى اتيته الى ان اماده نبي بو ايب شخصيا فقلت وحاني ربي يا رسول الله إن أصحابك أرسلوا أي أرسلوني صحابة ذي با إصادرتي أنا إصادرين إلا أنت كالعدو عيدنك وعلسيحي عيدنك سعودك وعلسيحي مركا قف بالله هرمرين يا قف كافضت مركا أصحاب تادي وإصادرين يقرؤون عليك السلام سلام بينك وقسو أخرين يا ورحمة الله وبركاته ووحي كرهايين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ساس بي كقصو أخرين إيسو ديبين وإنهم إيقون قد خشوا ويعبصدين وما هيك عبصدين أن يقتضعهم العدو عدو إنو لقوه أو إذن كالقويه دونك إنتين كسو قارين إن عدو إنت لحظة أقره أو لهره فانظرهم أي انتظرهم أسك
ففعل نبي سيدي بو يالي هل كيبو دقي إلى إسو قارين أيو النبي صلى الله عليه وسلم السوقي فقلت مركزان إربو يري أرنتي بو بشيكي يا رسول الله رسول الله إنا أصدنا إنكو وحن أغار سني حمارة وحشن بان أغار سني إساقا وي وحكا الله إساقا أغاري إساقنا حلال بوها وإن عندنا فضلة وحانا هدى وضا هلب همباء وصوهري أيام وضنا فضلة وحي لعنا وحي كصوهري وي مركب حين قنسة همباء صوما هلب كاسا وضا بوير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بوحيري لأصحابه أصحاب تسوحيري كلوا عنا وهم محرمون إيقنا محرمين بإحايه مسألة كالوكاني باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد لا يعين أمك المينيو المحرم قفك محرم كاهو حرما الحلال قفك حلاشة ولحرما أمك المينيو في قتل الصيد صيد كينو دلو أمك المينيو هادو أمك المينيو أسقوا دنبيلي قفك محرم كاهو أمك المينيو قتل الصيد إلا هذا دوقة الميسيد ووحكة الشيء سوما متك حلاشة هي سقط ما هي سوى وقار سنكرا وحلو دي ذي حاران تكي هي وقفك محرم كأهوي هدو دوقة الميو دي بس صيد كيب وحكة دلي هي بكون حرام بكي هي دوقة المين تيسون حرام بكتها إلا بضوا مركو حالا جربا كفارة دي عن سوما رني مركو دوقة المين يبوي صالح من كيسان عن أبي محمد نافع مولى أبي قتادة سمع أبا قتادة روايته رواية الحديث كي لبدي حديث اسكو حديث كهاي هذا نصور لفي حديث أبي قتادة لكن لبدي رواية ظهر ويلكيس عبد الله باكوريني هذا موليه سيبا كوريني أبو محمد نافع مولى أبي قتادة كوريني هذا سمع مغلي أبو محمد نافع مولى أبي قتادة وهو مغلي أبا قتادة أبو مغلي رضي الله عنه وقال يري كنا وحان أهين مع النبي صلى الله عليه وسلم نعم نبغا لسعني بالقاحة من المدينة على ثلاث نعم قاحض مركة وميل مقعيت اسم موضع بالقاحة ميش قاحة اللي يرهده من المدينة يعني بين مكة والمدينة على ثلاث نعم على ثلاث مركة وحوجه ده على ثلاثة مراحل على ثلاثة مراحل مدينة أي وحي كفكتهي صدح عبارات ما شقا حل يرهدو صدح عبارات بيكفكتهي نعم مرحلة وعبار هل كي عبارة يا سفر جيرو قيلكو سفر جيري قير الله رو انت أوررك قارسين كرو تين نغون كرتا تقريبا 40-45 كيلو مركة ثلاثة مراحل محين نغنى 45 مركة ليرة هذا كله 90-45 وقية 135 كيلو متر تقريبا إلى 150 كيلو بيوشرت المدينة ماشقة حال ليرة هذا هل كاس أيان أهين بويري ومنا المحرم ومنا غير المحرم قف حرما يقف حرمانين انت بوان لهين ذاتك أن حرمانين إساقا كمدا فرأيت وحن أركيب يري أصحابي وقال دي النبي قد دري النبي قد يأيقو مركا إسلام السعودان وي وضع بحن موي وي كلا لحدين مركا ماشي أكد لي محوها دمر فروقا ماشي قاحوا فهو منا المحرم ومنا غير المحرم
جماعتي أنا نزل سعون المحرمين بيهايين قارن محرمين هين وين وجره وإستجع نفتي سوجيده فرأيت أصحابي أصحاب تيديبان أركيب ويرو يتراءون شيئا وحستوسينا يا يجا دحدودا أنا جاي ما تسين بويري لكن أجا وحستوسينا يا أركيب ويرو وقصل كودي إيو وحيب كبر رجعي فنظرت وان أجاي بوير فايدة حمار وحش ضمير فرو وان أركيب وير نعم يعني وقع صوته يعني محوك وضع هذا الكسو قابيي مركو فرس كيفو ليبا تشاد الكي كدعي مركابو يورو تشاد الكيسية ولا قديدي يعني صوت كيبا يقدع وقع صوته فقالوا مركاز بكوي رادين لا نعينك عليه بشيء وغاركا أدي ليسو وحبكو قوكال مين مينو حتى صوتك كسين مينو إنا محرمون أن لقوا محرمين أنا فرسكي انت كسو دقي او تشيد الكيسي يوران كيسي قاتي قال فتناولته تشيد الكيجيبا قاتي يا صوتكي يوران كوكوديلي لها فأخذته وان قاتي ثم أتيت الحمارة ضمير كيبا كدب إمي من وراء أكما ضمير كيبا فرسكي وحي أركوود دي وائر يدي بوربا لإسكالد دقي بورتا قداشي دي مركانو مريو فعقرته وان فايل قويي بي وران كيبان كو دفتي يعني عقري قو فايل قوين كلينا ما وان نور كخطرتا نفك اللي قو دفته ولا دعي فأثبت به للك ان لدي قوي رمرك ما فعقرته وان ديلي وسوق ورعي فأتيت به أصحابي أصحابتي ديبان أولئمي فقال بعضهم قاركود وحي رهدين كلوا ورعونا أدوكم مينان ديلين وقمنا إنا كالمينين وقال بعضهم قاركون وحير لا تأكلوا هعونيننا قال اسكو خلافي أخيرا والله عوني أما قارنا وعوني قارنا وديدي مركابي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم نبي جيبان وإمي وهو أمامنا نبي جينا ونقه الرئي ومركو النبي جي كدبتكي فسألته ويديي بر نبيه فقال وحير كلوه عنا حلال حلال بو إني هي عنا ما دام أنتي المحرمين تها إن أنك أجارين أما إن أنك كالمين نك حلاشها حلال بو إني هي عنا نعم إذن المحرم لا يعين الحلال في قتل الصيد سحابدنا وديدين إن أنك كالمين حتى صوت كين سيام بديدين شذا الك كدا عين سيام بديدين باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاد لكي يصطاده الحلال لا يشير ما إشاره إشارة حتى قعنتها لديدية سواء أفكر إنه وروغارتا أو نأورنين قعنتها دو سافرت وقفيق وقكالمي باب لا يشير المحرم محرمك حتى ما إشاره إلى الصيد صيد كي أغارتا مو إشارة يوه نعم لكي يصطاده الحلال سيقفك حلاشاه وغارت أدلو مو تسين يوه وإذن حديثك عثمان ابن موهب قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره عبد الله بن أبي قتادة أبيه سبا أشيغي إساغ نوحو أشيغي عثمان بن موهب أن أباه أبيه أخبره إنه أشيغي أن رسول الله ضميرك أخبره كجره وحون قنا يا عبد الله بن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وبحي حاجا فخرجوا ويبحين معه النبي قال جركيس فصرف طائفة منهم طائفة مسلمين تي كم ذبوا النبي وحكجهي فيهم أبو قتادة جماعة سو أبو قتادة كجرو أي جهك لكجهيي وجهدي طريقي كفغا وعدوغا مركا أيقو بادي قوبيان فقال وحير النبي خذوا ساحل البحر ساحل البحر مرا طريقة مركا صاحب البحر وحجر مدك ولب بعيد أو كفك مركا طريقة النبي أمر الله أيقو أدب وقفقي أي مركا النبي نسيتوسه أباري مكا إيجانا دي هذا جهاداس قلبتك أو مدكتا مركي مكان الله صعوده
أو ساحل كأ أيوم مرسيو يري عدوغا مركا نغا إلالية قال الله سو مركا كجري أبو قتادة خذوا ساحل البحر حتى نلتقي لكن لبضى طريقه يسكو صدعان ميل دحي يسكا صدعان مركي مكة تقريبا بقول يكونتون كيلو متر وكال اللوتشيرو بيسكو صدعان لبضى طريق طريق عادي كهي مدينة كي ماذا يا طريق الساحل كي ماذا وحي يسكا صدعان ميل دحي أو مكان مركي يدوغو بقول يكونتون كيلو متر وكال ايشيرتو لبا بقول كدب بقول يكونتون كيلو متر وكال بيسكا صدعان مركي هل كاسن كل ما ينابي يريد كل طريقة مرة مرك لكن نبي كهر مرية إلا نبي قد توصوا بحي أيقو سيقلع بي آدين مركا كبعد بيسور رقم دين وما كأسور رقم دين خذوا ساحل البحر سيدابوا النبي كويري فأخذوا مركا الكابين مرين فأخذوا وحي مرين جماعة أبو قتادة كجري ساحل البحر بين مرين سا بد حيبت بي قاضين فلما انصرفوا مركابة إن نبيك كل إحدين أحرم وي حرمدين كلهم دمان تضوي حرمدين إلا أبو قتادة أبو قتادة موية أبو قتادة إحرام كيسي دبو أدك تاي ووحو ربا ميقات كوضداس دريقاس إنو كحرتو ميقات كاسونا ميشا إن نبيك كل مدونان بو وحير كهو الرئيا تقريبا كلا بر مكاية مدينة إحدى دوي لابا بقول او كيلو متر مركي مكا لو جيرو ايا لقارة يا ميقات كاس ساسو اساقو ديبو قول اكتبرك لكن صحابة داني مركا اي نبي قبا فاروق ييني حرم دين ايقو فبينما هم يسيرون وقت اي صحابة دي سعودان اذ رأوا حمر وحش دمير فرو كوح دمير فرو وبي اركين فحمل ابو قتادة على الحمر أبو قتادة بويرري دمير فروغي فعقر منها أتانا مد لدق بكلا وعي مرك مد لدق أيو كلهري وكلا وعي يعني مد لدق بأتان ليره هذا فنزلوا ويدقين ماشي ذي بيدقين فأكلوا من لحمها هلب كذي هلب كذي بيعونين لما أنتوا حتى كوي محرمين تاها مرك يعونين كبعد وقالوا وحي رهدين أنا أكل لحم صيد ونحن محرمون ما هي لبأغاربا عني إنكو حرما ولا إسويدي رقبات دليي برضو مركي عنيين علم الآن كما يعنين لكن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أو دعجوه أي وحي جعلادين لعل إنه وحكى للنبي كي رهده انت مركي رهدين فحملنا ما بقي من لحم الأتان انت عني موية انت كلو باقي قاهيد هلب كيبان راني بويري فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة مركي النبي قوي ما ذلك كدبي ما دين قالوا وحي رذن يا رسول الله رسول الله إنا كنا أحرمنا أنقو حانا ينكو وحرم ضي مركان كابل لحن نيبا وان حرمن ني وقد كان أبو قتادة لم يحرم أبو قتادة نوحو أهمدا أسقو حرما سقو محرم حلال بوها فرأينا حمر وحش دمر فروبا أرقني فحمل عليها أبو قتادة أبو قتادة با ويرري وفرسك كو ويرري كو إريدي فعقر منها أتانا مد لديك بكالها ريو كدلي فنزلنا واندقنيو فأكلنا من لحمها هلب كيديبا عني وحيو دم بيسو أخرين قصدي دم بيسو وأخرين ثم قلنا وحانو استنره أن أكل لحم صيد هلب أغارد ميان عنينا ونحن محرمون والحال نحن محرمون إنغو محرمين فحملنا وحان سوقاذني ما بقي من لحمها هلب كيدا وحي كهري وباقي قاها وحان عني مويه وحي كرنا وان سيدنا أرتاسو سيدة بينقن قال مركاب النبي قيري أمنكم أحد أي أحد منكم أحد أدنك إذن كمده أمرهم يو أمري أن يحمل عليها إنه ويرد له أحد أدنك إذن كمده أمري ما إذن كجرة أو أشار إليها أما أو إشارة يوفرت كتصي ما إذن كجرة قالوا حيرا لا مايا
أحد أنجا نجم إذا أنت يدي محرمين تأها قفوا إشارة أما تسيي أما أوكالمية مجرو قال مركز النبي يري فكلوا ما بقي من لحمها وحي إذن هرينا عنا كي هرنا وإذن حلال أنت إذن هرتينا عنا مفهومكم حون قنية هذا تسي لهايين أما يشار لهايين أما أي أكالمين لهايين سعيد لهايين حرام مكاهن لها ما يعنين باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل هذا وحوءها أغار هلبك وأن أيها الله أغارني نين كان إسكي سوء أغار صدي لكن هذا يدعوه أغار كي ينال إنتو سوقبته أنه دتك حجيدها أكينو يراه أغار كان غشا أما إنتو إسكو سوق قورعه أيها أوغود وصو أغاري وهلبكي سي أكينو تام حين قول مر سوى نور هرت هذا أوكي أنا فرم صاريان إلا هذا سوى نور لوكي أنا إن الجور عدم من غنا صما مايا فرم صاريان هيلب كهذا أوكي أنا وحنو لين هاي إيجا أوجود مية دو سو أوجرت ها هدو ير هذا إنه كم برتقل يعوني مايان هذون إيجا أوجود سو غرنا سو إسكي سو أوجرت صداي وعوني يان سيد أزامرني مركا هذه مركا إسقى نور لوكينه أما إيجا أوجود بلودي لي أوجار كان وإيجا أوجود وود إنتي معنا يان قف كي حلاش أهوي لكن وحصو أوجاريا عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا نكا ليرضى الصعب بن جثامة الليثي من قبيلة الليث أنه إسق أهدى نبي وحوسو هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كإله وحوسو هدية حمارا وحشيا دمر فرو أي أسو هدية أو نول دمر فرو وهيلي بذيهي ماركتا وهو النبي قلنا بالأبواء ماشى ليرضى الأبواء أيو جوغي أو بودان أما ما موقع كلي ودان لقو مقعابه وما لم مقعود أن لقو بدول كأن دقنا مقعيو نول إلي يسوما دول كاسين أساسو كلو مقعي أقولها وأنا الله ما موضع أولا بدو ذو مكأي مدينة ودحيان فرده عليه نبي وكعليه ما يبويني كما أقبلين فلما رأى مركو أركي نبي صلى الله عليه وسلم ما في وجهه أي ما في وجه صعب من جثامة صعب من جثامة وجهه سكا أخرستي يعني سقيب مرقودي أدب مرقودي معو كم مرقودي يعني أغار لن النبي أهدي إن النبي كأقبل وايي سقيب أسدرابي أو إسيري نبي اكتسادا قيمة كلهاي نبي قلنا آدب صلى الله عليه وسلم وضبع ونكسنا مركو أركي مركا يعني حما وجهي سيو كأغرستي أيو مركا إلا ذا أودي ذا النبي شاقي مركا مركاسو كيري إنا أنه لم نرده كوما إنا سوعل عليك أدقا إلا أن حرم وأن حرمنا هاي هذا حرمنا هنا حلال نوما أهمرك مركاسو مركا دقي وقلبي قبوبي وقادي علاده مركا نعيب إساق يوحو كانيب والنبي إسلام نعيني نهيني إعلك من عسى إجرته مركا أبو قادي إذا النبي وديدي صلى الله عليه وسلم وغاركي لو هدي إساق ونول الله كان إني قشان نبي وديدي لأنه محرم وحالا مدى متك قالا القفك أوجس الله سوء وغاري إيادا الأقبل مايو ولي مسألة داس يا مسائشة يا أبواب تكوساب سن قفك محرم كا يا أغار سيجيسة أي صعدة لكن هذا وقت يبان مودة إنه
إنه يرقب جبوبي هلك مركان وكوها كنا وإلى هنا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.